الخير. هبدأ مع حضراتكم فقرتنا الإخبارية اللي هنبدأها بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللي ترأس اليوم اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تقرير حول آخر مستجدات فيروس كورونا والموقف الوبائي على مستوى المحافظات ومعدل التغيير في أعداد الإصابات الأسبوعي ونسب إشغال أسرة مستشفيات العزل والوضع العالمي للوباء وفقا لمنظمة الصحة العالمية. خلال الاجتماع تمت الموافقة على زيادة نسبة الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات وكذلك السينمات والمسارح وخلافه بطاقة استيعابية تصل ل 70% بدل من 50%. معنا على الهاتف الأستاذ وليد عبد السلام المشرف على القطاع الصحي بجريدة اليوم السابع. مساء الخير يا أستاذ وليد. مساء الخير واهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المستمعين والمشاهدين. اهلا بحضرتك معنا. يعني كلمنا عن الاجتماع اللي تم النهارده وعن يعني ايه اللي حصل في اهم المستجدات والقرارات اللي اتخذتها اللجنه الخاصه بازمه فيروس كورونا. طيب النهارده دوله رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتمع في كل الكوادر والسادة الوزراء المعنيين في اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا في البلاد. والاجتماع طبعا شمل عدد من السادة الوزراء كان أهمهم والاستعراضوا تقارير مهمة كان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي. في البداية استعرضت السيدة الوزيرة الوضع الوبائي للبلاد و قالت ان احنا عندنا 2207 حاله لكل مليون نسمه، واكدت السيده الوزيره على تراجع الاصابات اليوميه على مستوى الجمهوريه الى اكثر من 90% من الاصابات قبل 5 اسابيع، واكدت السيده الوزيره على اهميه وضروره الحصول على اللقاح باعتباره الوسيله الاكثر امانا والاكثر فاعليه للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا. وطمئنت السادة المواطنين خلال الاجتماع لقادة دولة رئيس الوزراء وقالت إن مصر بتخطو خطوات ناجحة حول توفير اللقاحات محليا والدخول في مجال تصنيع اللقاحات. وكان آخر هذه الاتفاقات والتعاقدات اللي حصلت مع شركة سينوفاك الصينية والتعاون مع شركة فاكسيرا، وبالفعل تم إنتاج تقريبا أول 1,000,000 عبوة من اللقاح الصيني المصري. وطبعا ده جي على توجيهات وعلى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في عملية التطعيمات وتطعيم أكثر من 50% من المواطنين مع نهاية العام الجاري، وده هيحد من الإصابات الجديدة ثم بالتبعية يقلل من عدد الوفيات ويعود بالحياة إلى طبيعتها ونسقها الطبيعي. كان من ضمن قرارات دولة رئيس الوزراء هو رفع الإشغال في المطاعم وفي الكافيهات وفي النوادي والفنادق مع اقتراب احتفالات المصريين والعالم الإسلامي بعيد الأضحى المبارك لأكثر من 70% بعد ما كان 50%، وده جه على ضوء التراجع اللي رصدته اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا. وطبعا ده لازم نوجه لكل السادة المواطنين ان التراجع في عدد الإصابات وتجاوز مرحلة الذروة لا يعني على الإطلاق التحلل من الإجراءات الاحترازية والوقائية، ولكن يلزمنا أكثر بضرورة الحذر مع الاستمرار في الحصول على اللقاحات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية وتوفرها الدولة للمواطنين. اتكلمنا برضو عن اللي قالته وزيرة الصحة خاص بالوضع الوبائي في مصر حاليا، يعني خلينا نطمن الناس شوية وبرضو زي ما حضرتك قلت نطمنهم من غير ما يتخلوا عن الإجراءات الاحترازية. الوضع الوبائي في مصر مطمئن، مصر لديها نظام صحي أثبت جدارته ليس قولا وإنما بالفعل، واستطاعت مصر أن توفر أسرة العزل لكل المواطنين، والحمد لله نسب الإصابات في تراجع مستمر، وصلنا إلى انخفاض يوازي 90% في الإصابات اليومية
بالامس سجلت مصر يعني 200 حاله او اكثر قليلا مقارنه بالاسابيع الماضيه. احنا الاسبوع الخامس على التوالي بتنخفض الاصابات بشكل كبير جدا، وده معناه ان سببين انخفاض الاصابات جاء لسببين. السبب الاول هو التوسع في عمليه اللقاحات، والسبب الثاني كان باتخاذ الاجراءات الاحترازيه والوقائيه من جانب المواطنين، واهمها طبعا الحرص على الكمامه والتباعد الاجتماعي والتنظيف المستمر والكامل للاشخاص والاماكن، والتعود على نسق الحياه الذي يستلزم ضروره الحذر من انتقال العدوى بكافه اشكالها، مش بس فكره عدوى كورونا. لا يبقى أنا يبقى نظام حياة، يعني يبقى نظام حياة. 702 حالة لكل مليون نسمة، وده طبعا تراجع كبير في عدد الإصابات مقارنة بدول العالم، وهنجد أن انخفضت الوفيات لأكثر من 60%، وده برضه يعود إلى الحرص والتوسع في عملية الحصول على اللقاحات. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ وليد عبد السلام المشرف على القطاع الصحي بجريدة اليوم السابع، ويعني خلينا نكمل برضو زي ما احنا ماشيين انه الوضع الوبائي افضل، لكن كل حاجة عشان تتحسن عشان نقدر نخلص من هذا الكابوس مش هينتهي ده الا بحرصنا المستمر على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي. خلونا نثق حياة لحد ما هذا الكابوس يعني يزول من العالم. خبر التالي برضو في نفس السياق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اليوم لمتابعة مخطط تطوير شبكة الطرق والمحاور بمناطق غرب القاهرة الكبرى، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومسؤولي وزارة الإسكان والمكاتب الاستشارية. أكد رئيس الوزراء على أن الرؤية العامة لمخطط التطوير تعتمد على وضع مخطط متكامل لتطوير منظومة النقل بمنطقة غرب القاهرة الكبرى وتطوير شبكة الطرق بما من شأنه زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة ورفع الكفاءة التشغيلية ومستوى الخدمة بها، وذلك تخفيفا على المواطنين بالمنطقة التي تعاني من كثافات واختناقات مرورية شديدة، من خلال إنشاء محاور رئيسية وربطها بالمحاور الإقليمية المحيطة، إلى جانب تطوير بعض الشوارع الرئيسية لرفع الكفاءة المرورية بها. وأضاف أن المخطط يتضمن إقامة العديد من المحاور الجديدة. معنا على الهاتف الأستاذ عبد اللطيف وهبة الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. يعني يا ريت حضرتك تكلمنا عن أهم ما جاء النهاردة في اجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء. يمكن كان في زي ما حضرتك ذكرت الاجتماع الخاص بتطوير الطرق في منطقة غرب في مناطق غرب القاهرة، وسبقوا اجتماع حول يعني المخلفات الصلبة. هناك خطة من جانب الحكومة فيما يتعلق بإعادة تدوير تلك المخلفات، ولذلك هنجد ان كان في الاجتماع يعني وزير الدولة للإنتاج الحربي، الهيئة العربية للتصنيع، وزيرة البيئة، وده علشان وضع استراتيجية لكل محافظة طبقا يعني حجم هذه المخلفات، عن طريق يا إما مصانع ثابتة أو متنقلة بتقوم بعمليات تدوير القمامة أو المخلفات الصلبة. غير كده يعني بيبقى في استخدامات كتيره جدا لهذه المخلفات، ويمكن دي ظاهره موجوده في العالم كله. لعل حضرتك تتذكرين مثلا على سبيل المثال ان هناك دول اصبحت تستخدم يعني ايه اكياس بلاستيكيه بيعاد تدويرها مره ثانيه. أيوه. بتطالب بعمليات الفرز في القمامة الصلبة بحيث يتم الاستفادة من كل هذه المخلفات. يعني ده حاجة. الحاجة الثانية، كان هناك أيضا اجتماع فيما يتعلق بتطوير شبكة الطرق في غرب القاهرة. ليه بقى؟ لأن كلما يعني تم تحسين شبكة الطرق ده معناه أولا تقليل الكثافات المرورية، بيحصل انسياب في المرور، معناها يعني ايه
كمان في نفس الوقت اللي هو تقليل معدلات التلوث، بالإضافة إلى أن بيتم آليا كده أو ذاتيا عمليات الترشيد فيما يتعلق باستهلاك المواد البترولية. فهذه الشبكة الهدف منها أولا التسهيل على حركة المواطنين، مناطق الزحام، كل ده في الوقت الذي يتم فيه تنفيذ العديد من المحاور حول القاهرة، وبيتم ربطها القاهرة الكبرى طبعا، وبيتم ربطها ببعضها، وده أيضا علشان يعني بدل ما المواطن اللي جاي من بنها أو جاي من أي محافظة تانية يدخل قلب القاهرة علشان يروح مثلا منطقة أخرى زي حلوان أو زي مايو أو زي المناطق الجديدة، ممكن ما يخشش القاهرة خالص، وبالتالي بيحصل يعني حالة من السيولة المرورية والتسهيل حتى فيما يتعلق بعمليات النقل الداخلي. طب لو برضو ناخد فكرة عن الاجتماع الخاص بوزيرة الثقافة، يعني ماذا دار في هذا الاجتماع؟ يعني ده من الاجتماعات الهامة، ليه بقى؟ لأن يعني في دور هام جدا لوزارة الثقافة وهيئتها المختلفة، ده طبعا للوعي، يعني نشر الوعي في كافة المحافظات وبالتحديد في القرى. طب كيف يتم ذلك؟ يتم ذلك عبر في حاجة اسمها المسارح المتجولة والمتنقلة، وده كله بيتم في بعض المحافظات. يمكن وزيرة الثقافة عرضت مجموعة من الأنشطة التي تمت في عدد من المحافظات، منها مثلا محافظات في الصعيد، محافظات في الوجه البحري وخلا وسط الدلتا وخلافه، وده يذكرنا بالدور اللي كان بتلعبه يعني هيئات مختلفة في المجتمع، هيئات ثقافية مختلفة في المجتمع المصري. وبعدين احنا زي ما حضرتك عارفة احنا بنواجه يعني وبنخوض معارك شديدة جدا مع الفكر المتطرف ومع الجهل ومع ده يعني علشان نشر الوعي بين الأجيال، لأن كان في فترات في تاريخ مصر كان يعني المسرح المتجول ده يعني ليه باع طويل جدا، وقصور الثقافة اللي موجودة في كل المحافظات بتقدم يعني أعمال فنية، و و و و وأوقات بتبقى أعمال فنية يعني مستواها عالي جدا، على أعلى درجة من الاحتراف، يعني لأنها بتقوم بالتوعية كمان في نفس الوقت. يعني أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ عبد اللطيف وهبة، الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. طيب خبر التالي، احتفى مجلس الشيوخ في جلسته اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس بثورة 30 يونيو وإعلان 3 يوليو لعام 2013، وأكد رئيس المجلس وقيادته وجميع أعضاؤه إن مصر تحولت من ثورة إنقاذ إلى إعجاز متقدمين، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري وقواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة بمناسبة الذكرى الثامنة ل 30 يونيو الثورة المجيدة التي أعادت مصر إلى وضعها الطبيعي بعد محاولات اختطافها وإفقادها هويتها على يد الجماعة الإرهابية. ثورة أنقذت مصر من مصير مظلم، كانت تعبير عن تلاحم الشعب، وخلدت الدور الوطني للجيش بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشرطة المصرية التي حمت ثورة الشعب. دي كانت التهنئة الخاصة بمجلس الشيوخ. طيب خلونا نروح للخبر اللي كلمت حضراتكم عنه في المقدمة، الخاص بسفر معالي الوزير سامح شكري لنيويورك للتأكيد على موقف مصر فيما يخص ملف سد النهضة. صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أنه من المقرر أن يعقد وزير الخارجية سامح شكري خلال زيارته إلى نيويورك سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظراء الوزراء والمندوبين الدائمين لدول الأعضاء بمجلس الأمن والمسؤولين بالأمم المتحدة لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة، والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.
وكان قد توجه صباح اليوم الأحد وزير الخارجية سامح شكري إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار التحضير للجلسة المقررة عقدها لمجلس الأمن بالأمم المتحدة لتناول قضية صد النهضة الإثيوبي والتي تعقد بناء على طلب مصر والسودان. طبعا إحنا عندنا فقرة كاملة هنناقش فيها هذا الملف وطرحه أمام مجلس الأمن مع معالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. خلونا نروح للشأن الليبي. أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد سلفا سيؤدي إلى استقرار وأمن ليبيا. وقال صالح في كلمة أذيعت خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم أن المفوضية العليا للانتخابات أمام مهمة وصفها بالتاريخية وتتطلب الانحياز الكامل لحق الشعب في ممارسة الديمقراطية عبر صناديق الاقتراع وإجراء انتخابات حرة مباشرة وشفافة ونزيهة في موعدها الذي نصت عليه خريطة الطريق في 24 ديسمبر كخطوة نحو إنهاء الصراع في ليبيا. من ناحيته أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد بيبا الأحد الحرص على تحقيق التداول السلمي للسلطة في البلاد مشددا على توفير كل الدعم من أجل إجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري. خلينا نشوف مع حضراتكم هذا الفيديو ونرجع نستكمل في هذا الشأن. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني بداية أن أعبر من خلال مداخلتي عن بالغ التقدير للجهود التي بذلتها وتبذلها المفوضية العليا للانتخابات، وإن تدشين افتتاح المركزين الإعلامي والفني في المفوضية اليوم وإعلان المفوضية عن جهوزيتها بنسبة تتجاوز 80% من الترتيبات والتجهيزات اللازمة لضمان تنظيم الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر 2021 يؤكد حرص السيد رئيس المفوضية والأطقم الفنية والقانونية والإعلامية بالمفوضية عن الرغبة في إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري في موعده. في الواقع هو استحقاق وطني بالدرجة الأولى وعمل عظيم ينبغي أن ينجز في موعده وبكفاءة وحرفية عالية لإتمام عملية انتخابية حرة وشفافة ونزيهة. ونحن ومن خلال ما يصلنا من معلومات نثق أن المفوضية حققت نجاحا كبيرا في بناء القدرات الذاتية وتأهيل العناصر العاملة بها في مختلف إداراتها ومراكزها الإدارية والفنية. نأمل أن تستمر المفوضية في عملها وفق جدول زمني يتضمن مراحل العملية الانتخابية وصولا إلى التاريخ المحدد، ويتطلب ذلك بذل الجهد واستغلال الوقت الاستغلال الأمثل لتحقيق هذه الغاية مع السعي لتوفير المناخ الديمقراطي الآمن بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية والمنظمات الدولية المعنية بالمراقبة. مهام المفوضية العليا ليست مهام قانونية ووظيفية فقط، بل هي عمل فني ووطني يهدف لتمكين الليبيين من التعبير عن إرادتهم الحرة بانتخاب من يحكم بحرية تامة وبرعاية ومراقبة دولية. السيد رئيس المفوضية العليا للانتخابات، السيدات والسادة، أنتم أمام مهمة تاريخية يتطلب إنجازها الانحياز الكامل لحق الشعب الليبي في ممارسة الديمقراطية عبر صناديق الاقتراع. ولا شك أن إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها سيكون له الأثر الطيب على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا، وإن الفشل لا قدر الله في تنفيذ هذا الاستحقاق سيحرم الليبيين من فرصة تحقيق الأمن والاستقرار. على المفوضية رئاسة وكوادر إدارية وفنية وإعلامية القيام بالدور المناطي بهم على الوجه الأكمل طبقا للقانون، وعدم الالتفات لمحاولات العرقلة التي يقوم بها البعض بتدخل في شؤون المفوضية وعملها لتحقيق مكاسب سياسية على حساب مصلحة ليبيا والليبيين.
انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ومباشرة وشفافة ونزيهة، وفي موعدها 24 ديسمبر 2021. كما تنص عليه خارطة الطريق لإنهاء الصراع في ليبيا، هي طموح وهدف الحريصين على وقف معاناة الليبيين وحماية السيادة الوطنية وبناء الدولة الديمقراطية، دولة القانون والمؤسسات. أحيي جهود رئاسة المفوضية والعاملين بها، مع تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق والسداد لخدمة أهلكم ووطنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا على الهاتف دكتور أحمد عليبة، خبير في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. مساء الخير يا دكتور أحمد. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. حضرتك كيف ترى تصريحات عقيلة صالح في ظل تعقيدات المشهد اللي إشابت مؤتمر جنيف؟ يعني في تقديري أنه معظم الأطراف الليبية، ليس فقط المستشار عقيلة صالح، بيحاولوا أنه يعني تثبيت ما يمكن تثبيته فيما يتعلق بجدول العملية السياسية الخاص بموضوع الانتخابات على وجه التحديد، انه يعني حتى لو هناك عراقيل ظهرت في الملتقى السياسي وعدم توصل قاعدة الدستورية، انه يمكن ان يكون هناك مخرج. يعني انا بعتقد انه كلام السيد عقيلة صالح هو محاولة ايضا لعدم خروج الامور عن السيطرة، وانه يمكن ان تكون هناك حلول وسط وحلول توافقية ما بين الأطراف، على اعتبار أنه أي طرف ممكن أنه يقدم تنازل ما للوصول إلى هذه الاستحقاقات، لأنه في الحقيقة الارتداد عن العملية السياسية ده ممكن يشكل انتكاسة للمرحلة الانتقالية، وبالتالي هو بيحاول أنه يعني يمد الحبال لمحاولة الخروج من المأزق الراهن اللي شهدناه في جنيف بعد 4 أيام من فشل المجتمعين في جنيف أو أعضاء الملتقى السياسي والبعثة العمومية في التوصل إلى حل لمعضلة القاعدة الدستورية. يعني يا ريت حضرتك تكلمنا برضو عن الأيادي الإخوانية، لأنه ظهر تسريب صوتي لأحد القيادات الإخوانية بيتكلم فيه غالبا مع قيادة إخوانية أخرى، بيقول له أنه يعني فيما معناه أنه عمل كل اللي يقدر عليه علشان يمنع تمرير القاعدة الدستورية. يعني فيه عدد كبير جدا من التسريبات، خلينا نقول أنه حتى قبل الملتقى السياسي كان خالد المشي رئيس المجلس الأعلى للدولة وهو قيادي إخواني على كلاب هاوس يتكلم على انه احنا مش هنسمح انه يتم ترشيح عسكريين وما الى ذلك، والا سنشعل حرب. دي كانت البدايه قبل المنطق السياسي، بتعكس النوايا الواضحه لهذا الموضوع. الامر الثاني، في تسريبات عديده جدا للقيادات على انه الكتله اللي هي لها علاقه بالاخوان المسلمين اللي موجوده في الحوار السياسي، وده للاسف بيعكس انه تركيبه ال 74 او المفترض ال 75 اللي موجوده في المنطق السياسي هي ايضا تركيبه هشه للاسف منذ البدايه، لانها جعلت يعني حتى السيفني المبعوث الاممي للصداقه لها تصريح يعني بعد المنتخب بتتكلم عن ديناصورات وعن جماعات مصالح، ويعني عدد كبير جدا من الساسه اللي هم لهم علاقه بهذا الموضوع بيتكلموا في هذا السياق. طبعا كانت مهمه الاخوان المسلمين في هذا الموضوع هو تخريب المنطقه بانه يكون في حاجتين، انه ما يكونش في ترشيح للعسكريين، ما يكونش ايضا في ترشيح ليه سيف الإسلام القذافي يسمح بعودته أيضا، وبالتالي هم حاولوا أن هم يفصلوا بشكل أو بآخر الأمر بحيث أنه هو يقود إلى شيء واحد، يا إما تكون الانتخابات بالقائمة يا إما تكون عن طريق الأحزاب، بحيث أنه لا يأتي انتخاب الرئيس الدولة بشكل مباشر عن طريق الشعب، لأن هم عارفين أن هم الانتخاب عن طريق الشعب ده مش هيكون في مصلحتهم. بالضبط، هم عارفين أنه عن طريق الشعب مش هيكون في مصلحتهم، لأنه ما فيش عندهم قاعدة اجتماعية تؤهلهم لذلك. طب حضرتك متصور، لأنه يعني في حراك دولي كبير، وفرنسا كانت تقريبا دعت يعني لجلسة في مجلس الأمن 15 الشهر الحالي، يعني صحيح هي فرنسا هتترأس الجلسة على المستوى الوزاري. نعم، هل ده ممكن يغير من الموقف أي شيء؟ من هنا لغاية يوم 15 أنا أعتقد أنه ممكن يكون فيه بعض التطورات، لكن المهم أنه ايه هي طبيعة هذه التطورات. يعني في الاول وفي الاخر فرنسا بتحاول تدخل مجلس الامن في الموضوع على المستوى الذاتي، لكن هل مجلس الامن هياخد قرار يعني وفي الملتقى السياسي؟ هو طبعا هيطلع بيان دبلوماسي يدعو فيه الاطراف الى كذا وكذا وكذا، لكن
هي خطوة على الطريق. اللي هيكسر هذا الجمود هي انه يكون في توافق داخلي، وتوافق داخلي توافق داخلي نظر ان هو صعب جدا، لان دي رابع محاولة لتوصل القاعدة الدستورية، ودي كانت مسألة صعبة جدا يعني. أنا بشكر حضرتك جدا دكتور أحمد عليبة، خبير في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. طيب خلونا بقى نشوف إنه إيه اللي حصل مع سفينة إيفر جيفن. أعلن ممثل عن ملاك السفينة اليوم الأحد عن التوصل رسميا إلى تسوية مع هيئة قناة السويس، موضحا أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها للإفراج عن السفينة. بحسب ما ذكرت وكالات الأنباء، فإن ممثل ملاك سفينة إيفر جيفن وجهات التأمين عليها قالوا أن استعدادات ستجرى للإفراج عن السفينة، وأنهم بصدد التوصل إلى اتفاق نهائي. معانا على الهاتف الأستاذ عمرو غنيمة، مدير مكتب الأهرام، جريدة الأهرام بمحافظة السويس. مساء الخير يا أستاذ عمرو. مساء جميل يا فندم. مساء جميل على السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني إيه بقى إيه الحلول اللي ممكن تكون تمت ما بين إيفر جيفن؟ إيه التفاصيل النهائية لهذا الأمر؟ يعني في شك ان التفاصيل طبعا ادارها بحرفيه جديده الفريق اسامه ربيع لكسب الثقه، لان مش قصه سفينه وجنحت. احيانا كتير جدا بتجنح سفن، لكن دي كان متصوب عليها الضوء جدا، لان كان من نوع فريد من نوع انه تجنح بهذا الشكل. فالعالم كله كان عينه على قناه السويس، وفي نفس الوقت هو اثر انه يكون حقوق هيئه قناه السويس تيجي، ولرجال هيئه قناه السويس اللي قاموا بحياه ملحمه عشان يتم عمليه تعويم السفينه. السفينه كانت واقفه في البحيرات من ساعه الحادثه في شهر مارس اللي فات. في اجراءات قانونيه عشان الساده المشاهدين يبقوا عارفين، والساده تبقى عارفه، في اجراءات قانونيه بدات بمحادثات وطرق وديه، لكن في الاخر هيئه قناه السويس لجأت للقضاء والمحكمة الاقتصادية، وكان في أي إجراءات أخيرة وجلسات عشان الحكم، إلا أن الطرفين طلبوا من المحكمة إرجاء الحكم لحد لما يتوصلوا لاتفاق ودي. وبالفعل حصل في الأيام اللي فاتت دي اتفاقيات ودية، وبالتالي لن يتم الإعلان عنها إلا بعد الإجراءات القانونية اللي تتخذها المحكمة مع الطرفين عشان يبقى في حكم نهائي لهذا الموضوع، وبالتالي هيكون في ثقة كبيرة جدا من الخطوط العالمية في إدارة هيئة قناة السويس، وإن هي غير متعنتة، وإنها هيئة قناة السويس بتعمل على راحة الجميع، لأن ده اقتصاد العالم كله بيمر فيها. وبالتالي إن هناك لما لجأوا للقضاء هناك إجراءات سيتم الإعلان عنها اختارونا رسميا، وهيئة قناة السويس أعلنت رسميا إن يوم الأربعاء إن شاء الله الصبح هيبقى في مؤتمر صحفي كبير هيحضره لفيف من سفراء الدول المعنية أو المهتمة بهذا الشأن، والبعض المهتمين الدوليين الشركاء الدوليين لهيئة قناة السويس هيحضروا هذا الاتفاق. وفي الوقت نفسه هيتم مغادرة السفينة، وهيكون هناك بيتم إجراءات حاليا مع هيئة قناة السويس عشان سيتم تصوير عملية مغادرة السفينة للمجرى المليح قناة السويس لتواصل رحلتها مرة أخرى، في ظل أن الشركة نفسها والقائمين على السفينة أعلنوا أن السفينة كانت تم التحفظ عليها في أجواء مناسبة لها، وأن كان الهيئة قناة السويس بتقوم بتنفيذ أي مطالب من أطقم السفينة أو من ربان السفينة تحديدا، وإذا كان في تغيير بعض الأفراد عليها. وبالتالي كان هناك ود في التعامل في الفترة الأخيرة، وده اللي أدى إلى الوصول إلى حلول ودية بين الطرفين. ولازم ننوه على أن الشركة أو الخط الملاحي إيفر جرين عموما، الخط الملاحي نفسه واحد من أهم الخطوط الملاحية اللي بتتعامل مع هيئة قناة السويس على مدار العام، وإحنا نعرف أن هيئة قناة السويس بيمر فيها من 10-15% من تجارة العالم، وفي نفس الوقت بيمر في القناة لازم السادة المشاهدين يبقوا عارفين ما يقرب متوسط 18 ألف سفينة
بتعبر قناة السويس في الشمال والجنوب، وخصوصا يعني القوافل الجنوبية والقوافل الشمالية، يعني نقول 9000 بيمروا من القافلة الجنوبية من ناحية السويس، ومن ناحية الشمال من ناحية بورسعيد بيتم زيهم حوالي 9000، يعني 18000 سفينة بتعبر القناة. النهاردة هيئة قناة السويس مع الهيئة الاقتصادية مع ميناء السخنة بيتم تعظيم العائد من إيرادات قناة السويس اللي بلغت في السنة اللي فاتت حوالي ما يقرب من 6 مليار دولار. النهاردة بيبقى في تعظيم للعائد، بإزاي يتم إقامة مشروعات على المنطقة الاقتصادية 460 كيلو تم تخصيصها من الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة الاقتصادية، وبالتالي في الفترة اللي جاية هيبقى هتشهد منها المشروع الجاري تنفيذه دلوقتي، مشروع البحر الأحمر للبتروكيماويات، ده الرئيس الوزراء مع وزير البترول حطوا حجر أساس من أيام في السخنة، ده استثماراته حوالي 7.5 مليار جنيه. كمان إن هيئة قناة السويس بتعمل من خلال ميناء السخنة كمان في شركة مصرية على أعلى مستوى بتعمل لتموين السفن باستثمارات وصلت 600 مليون دولار، ودي بقى اللي هتبقى يعني انفتاح للاقتصاد في منطقة هيئة قناة السويس واستغلال عبور السفن في المنطقة، لأن في اقتصاديات دول قامت على تموين السفن في منطقتنا، منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر ومنطقة جنوب شرق آسيا، وبالتالي مصر بتسعى من خلال وزارة البترول أن تعظم العائد بالتعاون والتنسيق مع هيئة قناة السويس عشان يبقى فيه تواصل. شو احنا تواصلنا عشان نحل مشكلة ايفر جرين والقصة بتاعتها. التواصل بقى اللي جاي الاقوى ان ازاي اكون اعمل منطقة لوجستية للخدمات، لتقديم الخدمات سواء بتقديم المياه اللي بيبقوا عايزينها، الخضروات والفاكهة، وخصوصا تموين السفينة بالوقود الخاص بيها. في هناك دلوقتي تطوير لمعامل تكرير بترول عشان موضوع السفن وعشان موضوع تموين السفن على على مستوى، بيبقى بالمرحلة الأولانية بيتكلموا في 4.5 مليون طن لتموين السفن العابرة لقناة السويس. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ عمرو غنيمة مدير مكتب جريدة الأهرام بمحافظة السويس. نشر اليوم الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو عن المناورة قادر 2021 والتي تم تنفيذها بقاعدة 3 يوليو البحرية، وشملت المناورة تنفيذ 39 نشاط تدريبي بواسطة القوات البحرية الجوية والدفاع الجوي والقوات البرية والقوات الخاصة من الصاقة والمظلات، حيث صدرت الأوامر بقيام الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والقوات الخاصة بتنفيذ عملية برمائية على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الغربي والقيام بمهمة القضاء على العناصر المعادية واستعادة السيطرة على الميناء. وبدأت المناورة بإقلاع تشكيلات جوية بعدد من الطائرات متعددة المهام من مختلف القواعد الجوية. خلونا نشوف الفيديو الخاص بالمناورة اللي كلمت حضرتكم عنها في المقدمة، وقد إيه كانت ملفتة لكل خبراء العسكريين اللي كان رأيهم إن أي خبير عسكري في العالم هيبقى شايف يعني قد إيه هذه المناورة يعني فائقة التميز. خلونا نشوف الفيديو ده ونرجع نستكمل مع حضراتكم. إن رجال القوات المسلحة المصرية يدركون جيدا طبيعة مهامهم للحفاظ على هيبة وكرامة الوطن، ويبعثون برسالة طمأنة إلى شعبهم مفادها إن لم نكن قادرين على ذلك فباطن الأرض أولى بنا من ظاهرها. المناورة قادر 2021 حماية وطن. بهذه العقيدة قامت القوات المسلحة المصرية بتنفيذ أضخم وأكبر مناورة استراتيجية على الاتجاه الشمالي الغربي، المناورة قادر 2021. وقد شملت المناورة تنفيذ 39 نشاطا تدريبيا بواسطة القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات البرية، حيث صدرت الأوامر بقيام الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والقوات الخاصة بتنفيذ عملية برمائية على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الغربي
والقيام بمهمة القضاء على العناصر المعادية واستعادة السيطرة على الميناء. بدأت المناورة بإقلاع تشكيلات جوية لعدد من الطائرات متعددة المهام من مختلف القواعد الجوية. وتحميل القوات الخاصة المشاركة بالمناورة لتنفيذ مهامها. وذلك بالتزامن مع قيام القوات الخاصة البحرية بالاقتحام الرأسي والأفقي لسفن معادية من خلال طائرات الهيل 124 والهيل كوماندو المحملة بالعناصر الخاصة البحرية لتنفيذ الاقتحام الرأسي للسفن المعادية. وبدأت الطائرات متعددة المهام من طراز رافال بمهمة تنظيف المجال الجوي واحتلال مظلة جوية لتأمين منطقة العمل. وقامت تشكيلات جوية من طائرات متعددة المهام من عدة طرازات مختلفة بتنفيذ مهام القذف الجوي لمراكز القيادة والسيطرة المعادية. كما تم تحرك تشكيل قتالي مكون من 12 لانشن محملا بعناصر من القوات الخاصة البحرية لتنفيذ مهمة الهجوم بالنيران على وحدة بحرية معادية بالأسلحة المختلفة. ونفذت عدد من الطائرات من طراز الهيل شينوك والهيل أباتشي والهيل كاموف مهمة إنزال جماعات من الضفادع البشرية والمكلفة بتنفيذ أعمال استطلاع الشاطئ وفتح ثغرة في الساحل المعادي لباقي القوات المشتركة. وبالتزامن قامت طائرات من طراز كاسا بإسقاط عدد من مجموعات القفز الحر لتأمين مناطق الإبرار الجوي للقوة الرئيسية وإدارة عملية الإنزال الجوي وتنفيذ الإسقاط الحر لمجموعة من قوات التخطيط والإرشاد بمسافة بعيدة عن ملاحظة العدو. قام تشكيل جوي من الطائرات متعددة المهام من طراز F-16 بالقذف الجوي لمرابض المدفعية الساحلية المعادية وتدميرها. وقامت مجموعة من عناصر القوات الخاصة البحرية المحملة على عدد من العائمات بمهمة الإغارة على أهداف ساحلية منعزلة. ووصلت القوات الخاصة البحرية إلى نقطة الإبرار بالساحل لبدء مرحلة التسرب البحري. وأقلعت عدد من طائرات الهيل أباتشي والهيل كاموف من حاملة المروحيات أنور السادات لتنفيذ مهمة الدعم النيراني. وتم تدمير الأهداف الساحلية وتفجير الألغام القاعية المكتشفة وإعطاء الإشارة الضوئية لقوة الإبرار الرئيسية لبدء عملية الإبرار. ونفذت طائرة الهيل أباتشي والكاموف القذف الجوي لأهداف معادية بالصواريخ المختلفة. وقامت طائرات الهيل شينوك بالإبرار الجوي لعناصر الصاعقة لاتخاذ أوضاعها بمهمة عزل الأهداف المعادية وتأمين قوة الإبرار الرئيسية والاقتحام الرأسي للمبنى المحتجز به الرهائن. كما قام عدد من الوحدات البحرية القتالية بإطلاق العديد من الصواريخ المتنوعة وقيام الغواصات البحرية بإطلاق عدة توربيدات على عدة أهداف معادية. وتم إصابة الأهداف وتدميرها. كما تم رصد أهداف جوية معادية على مسافات مختلفة وتم الاشتباك مع الأهداف. ونجحت مجموعة الدفاع الجوي في تدمير جميع الأهداف الجوية المعادية.
كما قامت عناصر المدفعية الصاروخية بفتح النيران على سفينة في عمق البحر، وتم تدمير الهدف وتحقيق النتيجة المطلوبة. وهكذا يثبت الجيش المصري أن به رجالا حرموا على أنفسهم الحياة إذا تعرض هذا الوطن لأي مكروه وسوء، وهم على أتم الاستعداد أن يفنوا جميعا وتبقى مصر محروسة ومحمية ما بقي الزمان. طيب نروح للخبر اللي بعد كده. نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو عن المعاهد الصحية للقوات المسلحة اللي بتستعد لاستقبال المتقدمين من الطلاب. خلينا نشوف مع حضراتكم الفيديو ونرجع نستكمل. أن تصبح واحدا من ملائكة الرحمة حاملا رسالتك الإنسانية، أن تحقق حلم الانضمام لجيش مصر الأبيض فتؤدي أمانتك الطبية، فهذا يعني أن تحظى بأرقى النظم التعليمية داخل كبرى المعاهد الصحية العسكرية، قلاع المتميزين. من هنا تكون الانطلاقة القوية بتقديم أوراق الاعتماد للانضمام إلى المعاهد الصحية للقوات المسلحة. ثلاث قلاع عسكرية تضم العديد من التخصصات الطبية أرقى المستويات العلمية ضمن منظومة تعليمية تلبي كافة الاحتياجات من الكوادر الطبية المدربة من الذكور والإناث. جيل جديد من الخبرات الفنية وفقا لأرقى النظم العلمية، مناهج دراسية تضاهي مثيلتها بوزارة التعليم العالي، كوكبة من خيرة الأساتذة المتخصصين بالقوات المسلحة والجامعات المصرية، منشآت تعليمية ورياضية وبرامج تدريبية تناظر أعلى المستويات العالمية، رعاية طبية وسط بيئة مثالية توفر كافة الإجراءات للعملية التعليمية المتميزة، طريق الالتحاق بأرقى منظومة طبية يبدأ من هنا. بادر بالانضمام للمعاهد الصحية العسكرية. يمكنك الآن سحب ملفك والتعرف على شروط الالتحاق عبر موقعنا الإلكتروني أو من خلال الأماكن الآتية. بوسعك أن تصبح واحداً من عناصر جيش مصر الأبيض بالانضمام للمعاهد الصحية العسكرية. قلاع المتميزين. علم، انضباط، تضحية. الخبر اللي معانا بعد كده، صدق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على تخريج الدفعة الرابعة من طلبة معاوني الأمن بإجمالي 3161 طالب و287 طالبة، وحضر مساعد الوزير لقطاع التدريب نيابة عن الوزير لحضور حفل التخرج بحضور عدد من القيادات الأمنية. خلونا نشوف مع حضراتكم هذا الفيديو ونرجع نستكمل. صدق السيد محمود توفيق وزير الداخلية على تخريج الدفعة الرابعة من طلبة معاون الأمن بإجمالي 3161 طالباً و 287 طالبة.
وقد تم إعداد الخريجين وفقاً لبرامج تدريبية متطورة تهدف إلى صقل مهاراتهم وإعدادهم بدنياً وانضباطياً وثقافياً وعلمياً. وتهدف سياسة وزارة الداخلية الارتقاء بالمستوى التدريبي لمعاون الأمن ليواكب التطور التدريبي والبرامج التدريبية المطبقة بكلية الشرطة لتحقيق التكامل في الفكر التدريبي وتوحيد المفاهيم التدريبية، وبما ينعكس على التطور في أداء العنصر البشري بالوزارة، ويؤدي إلى تناغم والانسجام في الأداء الأمني بين ضابط الشرطة ومعاون الأمن عند تنفيذ المهام الأمنية المتنوعة. كما تم تدريبهم على المواقف الأمنية التي تتناسب مع الواقع العملي وكيفية التصدي للطوارئ والمستجدات، وهو ما ظهر جليا خلال البيانات العملية المتنوعة التي أداها الخريجون من طلبة وطالبات معاون الأمن في احتفالية تخرجهم. التدريبات شملت أيضاً تنمية مهاراتهم في مجال التكنولوجيا لمسايرة توجه الدولة نحو التحول الرقمي وإنشاء مدن ذكية، وبما يتسق مع ما تسعى إليه وزارة الداخلية نحو إعداد رجل شرطي عصري قادر على تنفيذ كافة المهام الموكلة إليها. طيب خلونا نروح مع حضراتكم بقى للصورة والتعليق، نشوف إيه اللي عندنا النهاردة. كتير بنبص الأمور بتحصل حوالينا ونشاور بشكل سلبي ونقول إيه ده؟ إحنا زي بقينا كده؟ إحنا زي بنعمل كده؟ سلوكياتنا، سلوكيات في الشارع، سلوكيات المجتمعية اللي طبعاً السوشيال ميديا بتبرزها وبتبروزها، وكتير بجيب صور وفيديوهات فيها أمور سلبية بعرضها على حضراتكم وبناقشها. لكن دايماً دايماً في وسط كل ده لازم تطلع حاجة مبهرة، تعمل حالة من الإبهار اللي بيعمل كأن فيه طاقة نور ظهرت مرة واحدة، تخلينا نقول بالفم المليان فيها حاجة حلوة قوي قوي. تظهر الجينات المصرية اللي جينات الجدعنة والمروءة والشهامة، وإن احنا بنخاف على بعض وإن احنا بنحب بعض وإن احنا ممكن ندعم بعض ونبقى في ظهر بعض ونساعد بعض ونحس ببعض، جينات الإحساس الجمعي اللي بتظهر دايما في المواقف ونقول فعلا فيها حاجة حلوة قوي. معظمكم أكيد سمع عن الطفل الجميل رشيد، رشيد اللي ما كملش سنتين من عمره، مريض مرض ضمور العضلات الشوكي اللي لازم أنه ياخد حقنة علاجية قبل ما يكمل سنتين. الحقنة دي هي اللي تقدر يعني تخليه خف، يقدر يكون طبيعي، حركته طبيعية. لكن للأسف الحقنة تمنها تقريبا ما يوازي بالمصري 35 مليون جنيه. وزي ما السوشيال ميديا بنستخدمها بشكل سلبي وبيكون فيها كتير من التنمر والإزاء والشتيمة لدرجة تخلي الإنسان يكره إنه يتعامل معاها، لكن كمان ممكن نستخدمها بشكل إيجابي، وده اللي حصل في حالة رشيد. أي حاجة في الدنيا لو عايزينها تبقى سلبية هتبقى، عايزينها تبقى إيجابية هتبقى. في حالة رشيد صفحات اتعملت وهاشتاجات سيف رشيد، انقذوا رشيد، بتحاول تخلي الناس تجمع فلوس علشان تكمل الرقم اللي طبعا حضراتكم عارفين قد ايه رقم كبير، 35 مليون. حسابات في بنوك لانقاذ رشيد، على التليفونات يعني شركات الاتصال، على اجهزه الدفع الفوري في السوبر ماركت والمحلات، انقذوا رشيد، جمع فلوس لرشيد. اتجمع المبلغ قبل الوقت المحدد، اتجمع 35 مليون جنيه. ده يقول لنا حاجتين، اول حاجة ازاي ممكن السوشيال ميديا احنا نستخدمها استخدام يغير فعلا في حياتنا ونكون ايجابيين، ويقول لنا كمان ازاي احنا ممكن نكون حاجة مختلفة لما نحب نكون، ازاي احنا لو صدقنا بس في نفسنا وفي قدرتنا وفي اللي بيجمعنا، وإن اللي بيجمعنا ببعض أكتر كتير من اللي بيفرقنا، اللي بيجمعنا البعض ممكن يغير حياتنا زي ما حصل في 30 يونيو. اللي بيجمعنا كتير بس نركز فيه، لو ركزنا فيه ممكن نبقى حاجة تانية خالص.
الناس قدرت تجمع 35 مليون لإنقاذ رشيد، وبتجمع دلوقتي فلوس من كتر ما الإحساس بالسعادة لقدرتهم على إنقاذ هذا الطفل الجميل، لإنقاذ طفلة اسمها ليالي فاضل لها 6 أسابيع بس وتكمل سنتين. والمبهر والجميل مش بس الشعب اللي قدر انه يجمع هذا الرقم في الوقت القليل، لكن كمان الدولة والرئيس اللي اهتم بهذه الفكرة وقال انه مرضى ضمور العضلات الشوكي من الاطفال حديث الولادة هيتم علاجهم على نفقة الدولة بعد طبعا فحص الاطفال. الشعب الرشيد قدر انه ينقذ رشيد. اشوفكم بعد الفاصل.